بالنسبه للبلاد سيركت مونيتورنج، الميزه بتاعت البلاد سيركت مونيتورنج اكشوالي ان كل حاجه موجوده عندنا في واجهه الجهاز بالشكل ده كده. يعني هنا مثلا بيبقى الدم جاي لي من البيشنت، بيدخل على تشامبر هنا، بحاول ان انا اعمل فيها الجزء اللي هو بقيس فيها الارتيريال بريشر، وبيبقى في عندي هنا تشامبر تانية بعد ما يعني هنا بيعدي هنا على البلاد بامب اللي هي بريستالتيك بامب اللي هي بتبقى بتخلي الدم يمشي هنا. بيبقى في عندي هنا الجزء اللي هو ده بيبقى في حاجه زي سيرينج بامب ولا حاجه، بتبقى هي دي الهيبرين بامب، هي دي اللي بتحقن الهيبرين داخل الدم عشان ما يحصلوش كواجيليشن. بيمشي بعد كده داخل الدايلايزر، يعني بيعدي من خلال الدايلايزر، الدايلايزر بيبقى في مكان بقى يبقى تحت هنا في المنطقه اللي تحت دي، وبعد كده بيرجع منه، بيرجع منه قبل ما يرجع للبيشنت لازم يعدي في مرحله هنا اللي هي بيحصل لها، بيبقى في عندي حاجه زي سنسور سنسور للاير بابلز. السنسور بتاع الاير بابلز هو مجرد ان هو بيستعمل التراسونيك ويفز، والالتراسونيك ويفز دي بيبقى نفس فكره الريد بلاد سيل ديتكشن او الجزء بتاع البلاد ليك ديتكشن، بيبعت التراسونيك ويفز، لو في عندي اير بابلز بتعمل ريفلكشن للالتراسونيك ويفز ما توصلش للسنسور، وبالتالي يعمل ديتكشن ان في حاجه حصلت، ويقدر يعني يعرف ان في اير بابلز موجوده، وحسب الانتربشن قد ايه يقدر يعرف او يقدر يحدد او يعمل كاليبريشن للحجم بتاع الاير بابل قد ايه. وبالتالي بيبقى برضه في نفس المكان هنا بالظبط بيبقى في عندي الكلامب اللي هي الفينس كلامب، بحيث انها تقفل على البلاد لاين تمنعه ان هو يرجع الدم تاني للبيشنت. اوكي، فهنا اكشوالي بيبقى في عندي تشامبر كده برضه ممكن ان انا اعمل فيها دي ايريشن، يعني لو حصل مثلا هنا ان حصل ديتكشن للاير بابل، بيبقى في عندي هنا تشامبر بيبقى فيها برضو هنا فوق بيبقى فيه يعني فاكيوم، بحيث ان انا اسحب بيه يعني احط نيجاتيف بريشر لو كان في عندي اير بابلز، فبفضل استنى لغايه لما الاير بابلز كلها تختفي، وبعد كده ببتدي ارجع الدم تاني للبيشنت. طبعا هنتكلم ان هنا مثلا ده الدم بيبقى راجع، وبعد كده قبل ما يرجع للبيشنت بيسكلي لازم اعمل ديتكشن للجزء اللي هو اذا كان في اير ولا ما فيش اير، وبعد كده لو هو سيف برجعه للبيشنت. طبعا البريشر سنسورز اللي هي موجوده غالبا بيبقى عندي واحد هنا وواحد هنا في الجزء ده عشان يقيس ده الارتيريال وده الفينس. اوكي، فدول اكشوالي بقيسهم عن طريق سنسورز في منتهى البساطه بالشكل ده كده، يعني باخد حاجه. طب يبقى في عندي هنا الشامبر اللي فوق دي بتبقى هواء بيسكلي، ما هياش حاجه مختلفه يعني ما هياش دم، فباخد منها لاين كده اوصله بسنسور، بيبقى في عندي غالبا ممكن هنا ده يبقى السنسور الاولاني وده السنسور الثاني، يعني بيبقى حاجه بالشكل ده كده، وبيبقى في جوه ممبرين، والممبرين ده بيبقى يعني الاسترين فيه بيأثر لي او بيعمل لي تغيير في الريزيستنس بحيث ان انا اقدر اقيس. واحده من الحاجات برضو اللي لازم ناخدها في اعتبارنا ان الجزء اللي هو الهيبرين بامب ده مش دايما يكون موجود في كل الاجهزه، في بعض الاحيان بنضطر ان احنا نجيب هيبرين بامب سيبريت تبقى موجوده عندنا في الايه في خارج الجهاز الهيموداياليسيس.